لقطات كوميدية غير طبيعية في كرة القدم، ضحك هستيري. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم كرة القدم مليء باللقطات الرائعة والجميلة، ومنها لقطات إبداعية حقا، ولكننا سنترك كل هذا وسنشاهد معا بعض اللقطات الكوميدية الغير طبيعية في عالم كرة القدم. لنبدأ. يبدو أن فالكاو عاد طفلا صغيرا، فتابعوا كيف يقوم باللعب بالثلوج احتفالا بهدفه في هذه المباراة. هنا حارس مرمى ليفربول، تابعوا كيف أمسك بالكرة وقام برميها حتى لا تدخل إلى المرمى، فنزلت على رأس لاعب إيفرتون الذي أودعها في الشباك. تابعوا هنا كيف تم تنفيذ ركلة الجزاء بتقدم الحارس المبالغ فيه، لكن اللاعب تمكن من وضع الكرة في المرمى. لاعب ليستر سيتي هنا يريد تنفيذ رمية التماس، لكن أليكسيس سانشيز يقف أمامه، فتابعوا الأخير كيف ذاق ذرعا وضرب سانشيز على وجهه بالكرة. هذا اللاعب حاول مراوغة سيس فابريغاس، لكن تابعوا كيف قام باستخدام يده لتحريك الكرة بهذه الطريقة. وقف هذا اللاعب لينفذ هذه الركلة الحرة الثابتة، فتابعوا كيف بداية تراجع وجعل زملائه يتقدمون، ثم وبغباء سددها نحو الحارس مباشرة. نفذ لاعب أياكس أمستردام هذه الركنية، فتابعوا كيف التفت الكرة وخرجت وارتطمت برأس الحكم المقابل لمرمى الخصم. يقف حارس المرمى هذا وينتظر أن يقوم بلاعب الكرة، لكن هنا لاعب الخصم يقف خلفه ولم يكن يراه، فأنزل الكرة على الأرض، فقام لاعب الخصم باختطافها ومباشرة قام بإيداعها في الشباك. ينتظر هذا اللاعب صفيرة الحكم لينفذ ركلة الجزاء، لكن هناك شخص من الجماهير تقدم وقام بوضع الكرة على يمين الحارس، تابعوا فرحه وكيف يجري داخل الملعب. هذا اللاعب قرر الاحتفال بطريقة جميلة، وهي أن يقوم بوضع الكرة بين يدي صديقه كما لو كان يلعب كرة السلة. بينما يتحدث هذا المدرب في لقاء صحفي، تابعوا كيف قام لاعبو الفريق بالاحتفال معه بسكب هذا الثلج على ظهره. بينما كانت هذه المباراة سائرة، تابعوا كيف فتحت رشاشات الماء، فقرر هذا اللاعب أن يستغل الأمر ويقوم بمسح شعره. هذا المساعد قرر أن يقوم بالنزول من أسفل الكاميرا، لكنه لا يدري أن جسمه كله قد ظهر. تابع لاعب انتر ميلان وبشكل غريب كيف يحتفل بهذين الكيسين بيديه. بعد أن قام عاملو الإسعاف بنقل هذا اللاعب برفعه على هذه الرافعة بهذا الشكل، يمكنكم أن تتابعوا عندما وصل إلى خارج الملعب كيف وقف وأخذ يمشي على قدميه. قرر هذا اللاعب تنفيذ ركلة حرة ثابتة لم تصل حتى إلى المدرجات. لاعبة أرسنال قامت برفع الكرة بطريقة جميلة، لكنها أسقطتها خلف سور الإعلانات بشكل سبب لها الإحراج.
قرر هذا اللاعب تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة استثنائية بضربها بشكل طفيف، لكن الحارس قام بإمساكها بكل سهولة. تقدم هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء وقام بتعريض الكرة فأمسكها الحارس، لكن زميله حاول الانقضاض عليها فدخل إلى الشباك ويبدو أنه أصيب. أمسك هذا الحارس بالكرة عندما وصلت إليه، لكن لاعب الخصم قام باستفزازه وضربه، فرمى الكرة إلى زميله وكاد أن يلحق عليه ليضربه، لكن الأخير كان سريعا فقام بتهديده. خرجت الكرة من التماس على وجه هذا المدرب كما تشاهدون. تقدم ساديو ماني وحاول أن يضع الكرة في المرمى، لكن زميله تابع كيف سدد الكرة من أمامه وأخرجها من الملعب. يقف اللاعبون ليستلموا الكرة من زميلهم من رمية التماس، لكن شاهدوا الأخير كيف قام برمي الكرة خارج الملعب. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب وكان الحارس خارج المنطقة المحددة، فقام بتصدي الكرة بيديه، والغريب أن اللاعب لم يشتكي وقام باستكمال اللاعب للحصول على الكرة. تابعوا كيف حاول هذا اللاعب إخراج الكرة أو إبعادها عن التماس، لكنه سقط من خلف سور الإعلانات بهذا الشكل. أصيب هذا اللاعب داخل الملعب، فتابعوا لاعب الخصم كيف كان يريد إخراجه بأي طريقة، فقام بحمله لإخراجه من الملعب، فتلقى البطاقة الصفراء من الحكم لأنه فعل هذا الأمر. كانت الكرة ساقطة وكان اللاعب يريد الوصول إليها، فتابعوا كيف ضرب الحكم وأسقطه أرضا بهذه الطريقة. يبدو أن هذا اللاعب تحصل على جائزة فردية، لكنه قرر أن يتصور مع هذه القبعة من الريش، وبعد ذلك قام بعمل حركات بريك دانس رائعة جدا. تقدم هذا اللاعب بالكرة وحاصره مدافع الخصم بهذا الشكل، وبعد ذلك كانت الكرة ستخرج من الملعب، لكنها لم تخرج بكامل محيطها وأمسكها اللاعب، فاحتسب الحكم ضده ركلة جزاء. لكن تابعوا عند تنفيذها كيف قام اللاعب بتسديدها على اليسار ليتألق حارس المرمى ويقوم بتصديها. ركزوا فقط على هذا الحكم الذي تقدم وخرج من مكانه، وبهذا الشكل دخل إلى الملعب ليرى اللاعبين عن كثب، وهنا تم تسجيل هدف في المرمى. تقدم هذا اللاعب وكان أمامه حارس المرمى فقط بعد تمريرة من زميله، لكنه قام بركل الأرض وسقط بهذا الشكل كما تشاهدون. يبدو أن هؤلاء الأطباء لم يعرفوا كيف يقوموا برفع اللاعب، ويبدو أنه ثقيل، وبالنهاية قاموا بالمشي ولكنهم أسقطوه أرضا بهذا الشكل. هذا اللاعب سرق قبعة المدرب وأخذ يحتفل بالرقص بهذه الطريقة المستفزة. هذا اللاعب مرر كرة بالعمق إلى زميله، فقام لاعب الخصم بدفعه بهذا الشكل وكاد أن يسقط من فوق سور الإعلانات. هذا الحارس يقوم باستفزاز اللاعبين بضرب الهواء، وبعد ذلك اتضح أن الكرة لم تكن ركلة ثابتة، فتقدم اللاعب وقام باختطافها ووضعها في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.